حينما يصبح رغيف الخبز في بلد ينهار ويتخبط بالكثير من الأزمات قضية تستوجب ملاحقتها بشكل يومي، فإن هجرة القوارب الغير شرعية لن تتوقف فصولها، وضحايا قارب الموت الذين ما زالوا في قعر البحر لن يحدوا من هذه المجازفة طمعا بحياة كريمة. ولعل العائلات التي انطلقت منذ حوالي الأسبوع من منطقة العبدة وهي عالقة اليوم في اليونان وتناشد أهلها إيجاد الحلول لمأساتهم ربما عن طريق السلطات اللبنانية خير دليل على استمرار المخاطرة من قبل أبناء طرابلس وعكار والمني والضنية، أي كل المناطق الشمالية التي ترزح تحت نير الفقر والعوز. بعض أهالي العالقين في البحر أكدوا لصوت لبنان أن أبنائهم رحلوا من دون سابق إنذار هربا من الجحيم الذي يعيشون فيه. الدورة الأوروبي ما طلعنا، طلعونا بالباخرة، نتفاجأ أنه بهاي الباخرة بتسألناهم نحن هلا دواني خدينا بيفوتونا على إيطاليا، وبعز نتفاجأ أنه هن جيبونا على اليونان ما جيبونا على إيطاليا. واليونان يا شباب يا علم، اليونان ما أبرت اللاجئين، ما بتخلي حدا لاجئ بخير وسلامة إلا تقتلوا بتركبوا بالبحر بتغرقوا مع أسلحة. مدير مركز حقوق الساجين في نقابة المحامين بطرابلس المحامي محمد صبلوح أشار لصوت لبنان أن السلطات اليونانية ستعيد الركاب إلى لبنان. اللي علقوا باليونان، السلطات اليونانية بتاخد الإجراءات التالية طبعا اللي هي أكيدة أنها إعادة ترحيل هؤلاء إلى لبنان وتسليمه للسلطات اللبنانية، المفترض هيك يصير. لكن يبقى التساؤل وين؟ أنه نحن نعرف الحادثة المأساوية اللي حصلت برمضان بحادثة المركب، طيب كيف من قبله؟ كيف من قبله لهالحادثة كانت ناس عم تمرق، وكيف من بعدها ناس عم تمرق؟ في علامات استفهام، كيف ضبطنا حالي والبقين عم نغض النظر؟ هل يا ترى وهذا بيرسم الأجهزة الأمنية بلبنان. وعن الغواصة التي ستصل لبنان لانتشال الزورق من قعر البحر وما بقي من أجساد الضحايا على متنه قال: الغواصة على مشارف الوصول إلى لبنان حسب معلوماتي الدقيقة أكثر بتقول ب13/7 بتوصل الغواصة. أتمنى عدم عرقلة سير الغواصة، الغواصة لها مهمة كبيرة بدها تقوم فيها. أول شيء يعني في نزول الغواصة يجب أن تصور المركب وهيكل المركب قبل انتشاله لأنه خاف ما يسمح الله يفرط أثناء انتشاله. اثنان، نتمنى، كان بتمنى أنا من الحكومة اللبنانية هي اللي تجيب الغواصة على نفقته، رئيس حكومة ابن طرابلس كان لازم يكون هو متبرع، بل هو اللي ضغط لجيب الغواصة من أول يوم وعد. نشكر الأهالي المغتربين اللي لموا واللي كان له دار بمجيء الغواصة، ونتمنى هالغواصة لأنه وجودها جوهري في كشف الحقيقة وتساعدنا عدم عرقلة عملها، لأنه كلياتنا بدنا وصول الحقيقة لننتص غضب الناس ونقول لهم هيدي هي الحقيقة والمدان تمت معاقبته. الموت لم يعد يخيف الشعب اللبناني بعدما عايش جهنم على وجه الأرض، والهروب بمراكب غير مجهزة لن ترعبهم، فربما هي خشبة الخلاص. من الشمال روعة رفاعي، صوت لبنان.